بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome again. This is now your video number 15, subject Holy Quran, class 2. In this video also, we want to revise all the syllabus by reading Al-Qaida Nuraniya, Ad-Darsul Ashir, Wal-Hadi Ashir one time, reading Surah Al-Takathur two times, and reading Hadith Dua 1, Dua 2, three times. First of all, my lovely students, open your Al-Qaida Nuraniya, Ad-Darsul Ashir. الدرس العاشر my lovely students السكون الدرس العاشر السكون repeat after me أب إب أب أت إت أت أث إث أث أج إج أج أح إح أح أخ إخ أخ أد إد أد أذ إذ أذ أر إر أر أز إز أز أس إس أس أش إش أش أص إس أص أض إذ أض أط إط أط أض إذ أض الدرس الحادي عشر تدريبات على السكون repeat after me my lovely students أنت إهدي بعد بطشا سعيا كنت لست أمر بردا جمعا حبل خسر خلقا سبحا سبقا شأن صبحا ضبحا عبدا عدن عشر عصف غرقا غلبا فصل قدحا قضبا كأسا كدحا نغوا مسك نخلا نشطا نفس نقعا يسرا أبقى ترضى تنسى يخشى يسعى يتلو يدعو تجري يهدي يغني ألقت أمهل اقرأ فارغب فانصب وانحر أخرج أرسل أغطش أفلح أكرم ألهم أنشر أنقض دمدم عسعس أعبد نعبد يخرج يحسب يشرب يشهد ترهق تعرف أقسم يبدئ ينفخ ينقلب يوسوس ثقلت حشرت سطحت كشطت نشرت نصبت أثرنا وسطنا فرغت تأتون يسقون يفعلون يعملون يعلمون يضحكون يكسبون يدخلون ينظرون تعبدون أنعمت أنذرنا أنزلنا خلقنا
رفعنا وضعنا نطفة عبرة زجرة تذكرة مسفرة مؤصدة مسغبة مقربة متربة تضليل تقويم تكذيب تسنيم مسكينا ممنون محفوظ مختوم مسرورا مشهود أبوابا مصفوفة أزواجا أشتاتا إطعام أعنابا أفواجا ألفافا قرآن الحمد والفجر والفتح والعصر من المعصرات مع العسر ما القارعة وإذا الموءودة ينظر المرء كالفراش المبثوث كالعهن المنفوش ليلة القدر أخرجت الأرض من أهل الكتاب عند ذي العرش يمنعون الماعون وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أعطيناك الكوثر الآن. Dear students, and now we will revise Surah Al-Takathur. We will read Surah Al-Takathur two times, inshallah. Open your Holy Quran, make sure that you're on wudu. Dear students, Surah Al-Takathur, on the second half of this page, repeat after me two times, reading number one. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Dear students, reading number two, repeat after me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Dear students, and now we will revise hadith and dua 3 times. Repeat after me, my lovely students, hadith 3 times. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. حديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. حديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Dear students, repeat after me dua number one, also 3 times. Dua number one. Dua دخول المسجد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. دعاء نمبر 1. دعاء دخول المسجد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. دعاء نمبر 1. دعاء دخول المسجد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Also read with me دعاء number 2 3 times. دعاء number 2. دعاء الخروج من المسجد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك. اللهم أعصمني من الشيطان الرجيم. دعاء نمبر 2. دعاء الخروج من المسجد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك. اللهم أعصمني من الشيطان الرجيم. دعاء نمبر 2. دعاء الخروج من المسجد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك. اللهم أعصمني من الشيطان الرجيم. Dear students, we finish also today reviewing all the syllabus by reading Al-Qa'ida Nuraniya الدرس العاشر والحادي عشر 1 time, by reading Surah Al-Takathur 2 times, by reading Hadith Dua number 1 and Dua number 2 3 times. Holy Quran in our school have 4 sections. Section A, Nadhra, by reading. Section B, C, and D, memorizing by heart. Section A, Qaida Nuraniya. Section B, Surah. Section C, Hadith. Section D, Dua. Section A, reading. B, C, D, memorizing by heart. Listen to me very carefully. All respected parents are requested to visit school account office to pay the fees of your children. If you not pay yet, month number 4, 5, 6, 7, no problem. 2020, if you want to pay in advance, that's very good. And also you can collect your child result card from account office after paying the fees. And also you can visit bookshop because there are limit sets of books to buy a new books for your child for their study. Students, help your parents at home always and listen to them
Read every day Holy Quran. Don't forget to pray your prayers 5 times a day. Stay at home. Be safe. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.